السلام عليكم احبائي حبيباتي، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ بخير، نتمنى تكونوا كاملين بالف خير وعلى خير. اليوم كيف القاعده جبت لكم واحد الطارطه جديده، نتمنى انها تنال الاعجاب ديالكم. طارطه صحيه نديروها للضياف الوليدات ديالنا واللي عزيز علينا طبيعه الحال. وسمحوا لي بزاف لكوني تعطلت عليكم بزاف وغبرت، كانت عندي واحد الظروف ولذلك انا غبرت فيها وخليت غير الاخت ديالي سعيده اللي تكلفت بالامر بالقناة ديالي. كل مرة كتحط لكم فيديو الله يكثر خيرها. اذا احبائي اللي بغى يعرفني شنو درت في هاد الطارطة، ما عليه الا يدخل الفيديو ديالي ويتابعني حتى الاخر ويعرف المقادير ديال هاد الطارطة الصحية. شنو عندنا في المقادير؟ عندي 3 ديال الكيسان عامرين ديال دقيق الشوفان مطحون، و3 شوفان كامل الحبه كامله يعني ماشي مطحونه. عندي القرفه، عندي 2 ديال الساشيات نتاع لافاني ولا فاني سائله، عندي كاس معامرش نتاع الكوك اختياري مطحون، وعندي السكر خالي من السعرات الحراريه، وعندي 6 ديال التفاحات اللي عصرت عليهم واحد الحامضه وحكيتها كذلك مثال. اذا الان سنمر الى الطريقه الكيكه الصحيه ديالنا بالشوفان والتفاح. الان اول شيء غادي نبدا به هو انني غادي نخلط النواشف مع بعضياتها. انا بغيت الكيكه ديالي تجي طالعه حيت عندي المول كبير شويه، وبغيتها تجي طالعه يعني طالعه غليظه يعني كبيره فيها بزاف ديال ليزيطاج. يمكن لكم تنقصوا الكميه، يعني الكميه ديال الشوفان والمحتويات الناشفه والتفاح يمكن لكم تنقصوا الكميه. الان غادي نمر الى القرفه، غادي ندير معلقه ديال القرفه الدقيق، وعادي ندير 2 ديال لافانيات. بالمناسبه هذه ماشي كيتو، هذه درتها للعائله اللي غنقدمها للعائلة ديالي وهي صحية. غادي نبشر التفاح ونرجع ليه، حكيته كامل في الحكاكة غليظة هانتوما. اذا دابا ندير له شنو خصني نزيد له. غادي نزيد له القرفة، القرفة راه صحية البنات، حاولوا تدخلوها في الأكل ديالكم. وغادي نزيد له الفانيلا السائلة، درت له 2 معلقات صغارين حيت أنا كتعجبني النسمة ديال الفانيلا. نسيت ما قلتلكمش بأن هناك الزبدة 250 غرام حتى 300 غرام تكون في الكونجيلاتور قاصحة يعني باش يمكننا نبشروها. أنا عندي هنا الزبدة حيوانية ماشي المهدرجة، ابتعدوا عن الزبدة المهدرجة احبائي حبيباتي. هذه نصيحه لوجه الله، بعدوا على الزبده المهدرجه، افضل زبده بلديه ولا الزبده البدويه ولا الزبده اللي كتكون مبستره كامله الدهون 100% اولا 80 اولا 90% ديال الدهون. اذا هنا عندي السكر، السكر دائما انا كنستعمل هذا، ما عنديش داك السكر الابيض او البني، لا استعمله انا ابتعد عنه كل البعد. هنا درت هنايا 3 المعالق وشويه حيت بغيتها تكون حلوه. وصافي البنات ما علينا دابا غير لا، هنا راه فيه عصير الحامضه ما تنساوهاش، وقشره ديك ديال ديك الحامضه اللي عصرناها القشره بشرتها هنايا ما كاينلاش نضيعوها. ثاني الان غادي نمروا لسميتو الطريقه ديال تحضير الكيكه ديالنا، سهله ماهله. تجيو عندك الضياف وتنوضي في 5 دقائق توجديها، ماشي 5 دقائق نقول 10 دقائق. اذا غادي نحك الزبده، شوفوا البنات كنوزع الزبده ديالي على جميع اطراف نتاع المول حتى كنعمر لتحت كامل، حيت فيه هاد الزبده فاش كتحمر يتحمر لنا الشوفان ديالنا وكيفزق الشوفان ديالنا وكيجي رائع جدا. بالمناسبه هذه هديتها للاخوان ديالي وحماقوا عليها عجبتهم بزاف، وداكشي علاش انا ارتقيت اني ندوزها في القناه باش ما نحرمش الاحباء ديالي
والأسرة ديالي الثانية من هاد الكيكة الرائعة جدا. إذا الآن غادي نضوق نوزعو الدقيق ديالنا كاملا فوق ديك الزبدة الدقيق. ندير واحد الطبقة لا بأس بها اللي غتشد ليا التفاح ديالي. ونحاول نقاد الأطراف مزيان ما خبيت عليكم حتى حاجة، كلشي قبلتكم. الآن غادي نمر إلى التفاح. نبقى هكذا البنات حتى نسالي جميع الطبقات نتاع الكيكة ديالي. التالية اللي بغيت نشاركها معكم باش ما تفوت لكم حتى شي استوس، درنا الزبدة في اخر طبقة هي الفوقانية. دابا غادي درت هنا جوج معالق ونص ديال السكر صغيرين، ودرت معاهم واحد لافانيا ساشي واحد، وغادي نوزعها ندردرو على هكا كامل لاطارت ديالي اولا الكيكة ديالي باش كتجي مقرمشة وكراميليزي من الفوق كتكرمل. اللي ما بغاش يزيد هذا الشيء ماشي يعني كيبقى اختياري، ديروا ان بتي غابان القرفان اللي بغيتوا ديروا ديروه. درت غير الفاني والسكر. الان الى الفرن، وها هي الطرطه ديالنا وجدات احبائي حبيباتي. نتمنى تنال الاعجاب ديالكم ورضاكم. طرطه صحيه بالشوفان والتفاح، ما كاين لا بيض لا زيت لا خماره لا والو. المذاق ديالها رائع 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 وبنينه بزاف، اللي ذاقها كيحمق عليها. ما عليكم الا تجربوها، ساهله مهله ما كتاخذش بزاف ديال الوقت، وكنكونوا حضرنا احلى واصح طارطه صحيه 100%. شوفوا كي كتبان الطبقات ديالها كتجي. الان غادي نقطع معكم واحد الطروسو وغادي نذوقوا معكم باش نوريكم كي كتجي. بسم الله. نقدموها مع الفواكه طبيعة الحال، بغيتو باش ما بغيتو ديروها. شتي كي كتجي بلا بات كتجي غزاله مسقيه بديك بداك التفاح، رائعه جدا. نقدموها للوليدات ديالنا واللي عزيز علينا طبيعة الحال، وناكلوها بالف صحه وهنا. غزاله ديال الشوفان صحيه، الناس لداء السكري والناس اللي كيتبعوا الحميات ما عليهم الا ياكلوا واحد طروسو هكا وبالهم هاني. بسم الله. غزاله 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 غزاله، كتجي فازقه من الداخل. نتمنى انكم تجربوها، وانا متاكده بانها غتنال الاعجاب ديالكم. صحيه بالدرجه الاولى وما حلوهش بزاف. نعطيوها لوليداتنا واللي عزيز علينا طبيعه الحال، والناس اللي مراضين ما عليهم ياكلوا، حتى هما من حقهم ياكلوا الحلويات. وهاد الحلوه هي صحيه 100%. يلا حبيباتي ما عليا غير نقول لكم مع السلامه. ما تنساوش لجم 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 وتابونا معنا في القناه، وغادي نكونوا ان شاء الله عند حسن الظن ديالكم. يلا حبيباتي احبائي قبله كبيره للجميع، مع السلامه.